أنت اشتغلت مستشارا للرئيس العماد ميشيل سليمان، بمعنى أنك قريب من مركز القرار وتعرف العقلية السياسية اللبنانية. إذا كنتم تؤمنون أنه إيران ممكن أن تقوم بهذا الدور في هذه الظروف الحرجة تحديدا، هل سنشهد تحركا دبلوماسيا أو سياسيا لبنانيا سواء من قبل نجيب ميقاتي أو نبيه بري إلى العاصمة طهران لتفعيل مبدأ الشراكة والعمل المشترك وتحقيق التكتيك الاستراتيجي خدمة للمرحلة؟ هل سنشهد هذا؟ سيدي الكريم، هذا ما سوف يحصل في الساعات القليلة المقبلة. آه ممتاز. تعتقد أنه بعد اغتيال الشهيد نصر الله وتوقعات بأن محور المقاومة لم يبقى بذات القوة التي بدأ بها، هل سنة حكما لن يبقى بذات القوة؟ حكما نحن ذاهبون إلى أنتم تقولون هذا، إلى ماذا ستذهب المنطقة؟ إلى ما هي السيناريوهات المحتملة بعد محور المقاومة؟ ذاهبة إلى المزيد من الجنون. قلت لك نعيش ساعات عصيبة، قد نذهب إلى يعني توسع رقعة الحرب وتوسع الضربات الإسرائيلية التي من الممكن أن لا تقتصر على البقع في لبنان، والتي من الممكن أن تبدأ أن تمتد إلى ضربات في العمق الإيراني، وهذا ما يتوقعه كثيرون.